حبيبي هذا التليفون طوال أداة شغلي. هذا اتصال من طفل صغير يتحدث عبر خط الطوارئ للدفاع المدني عن أمه التي تركتهم وتزوجت. ومثل هذه الاتصالات باتت غرفة العمليات تتلقاها بصورة كبيرة خصوصا من صغار السن. يلا معايا سيد المنو؟ شو تريد؟ وبعض الاتصالات وصلت إلى الإساءة وإغلاق الخط، لكن الكوادر هنا تحتمل هذه المضايقات وتستمر في الإجابة على اتصالات الطوارئ. أبرز المعوقات اللي تواجهنا كشعبة عمليات هو كثرة المعاكسات والمضايقات من وإشغال الهواتف قبل بعض الأطفال والمراهقين. من خلال منبركم الكريم نوجه أهلنا في محافظة نينوى عدم السماح للأطفال بالعبث، لأن هذه الهواتف وجدت لخدمتكم، وأي ثانية واحدة بإمكان تكون لإنقاذ حياة شخص موجود في داخل المدينة. دقائق معدودة هي التي يحتاجها رجال الدفاع المدني من أجل الوصول إلى أماكن الحوادث، وتعد مصاعب الطريق وعدم اهتمام بعض سائقي المركبات بإفساح المجال لهم واحدة من المعوقات التي تحول دون الوصول في الوقت المناسب. وعي للمواطن ولو يعني بالآونة الأخيرة نشوف كثير تعاون من ناحية الأهالي من ناحية هذا، بس يراد بعد تثقيف وعي أكثر للمواطن حتى يسهل عمليتنا للوصول إلى موقع الحادث. رجال المرور ما يقصرون معانا دائما بالتقاطعات بالهذه يسهلوننا أمر. هذا وكان للدفاع المدني في نينوى دور كبير أثناء الحرب، فقد دخلوا المدينة دون معدات أو آليات ثقيلة، وبقوا يعملون لأشهر طويلة بأبسط المعدات في إنقاذ المدنيين وانتشال الجثث، وهذه المهمة صنعت بينهم وبين سكان المدينة علاقة تميزت عن غيرها في باقي المدن العراقية. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.